Suriyeli bir yatırımcı olan Mahmut Miri 6 yıl önce Türkiye'ye gelerek çelik kalıp firmasını kurmuştur. Plastik ve saç kalıp üretimi yapan çelik kalıp firması ürünlerini Cezayir, Libya ve Irak başta olmak üzere Arap ülkelerine ihraç ediyor. Kalıp imalatı için gerekli teknik donanıma sahip olan firma İstanbul ve Gaziantep'teki şubeleri ve sosyal medya aracılığıyla müşterilerine hizmet veriyor. من سوريا من حلب بسبب الأحداث جينا لهون على تركيا صلنا طيبا الحمد لله ست سنوات في تركيا وبنشكر كتير يعني الشعب التركي أولا بنشكر سيادة الرئيس ثانيا والله استوعبونا واستضافونا بنشكرهم كتير يعني حسينا ببلدنا التاني يعني شعرنا كأنه نحن ساعتنا ضمن سوريا بنشتغل أوالي بالصاج وقوالب البلاستيك القوالب بشكل عام نحن بنصدرها للدول العربية يعني بنسبة 90% نحن بالنسبة لنا تصدير للدول العربية 10% عم نشتغل للسوق التركي أغلب تصديرنا هو الجزائر وليبيا والعراق بشكل رئيسي يعني بشكل عام هذا كلياتهم بنشتغلوا مساي إخراجات للدول العربية يعني السعودية بنسبة قليلة سعودي عربستان يعني بنسبة قليلة بس التركيز الرئيسي هو العراق والجزائر وليبيا عم بيصير سهوله بالتعامل مع العرب نحن بنتحدث العربيه وهن بيتحدثوا العربيه عم بيصير وصول الافكار باسرع يعني بيصير فكره عم تصل باسرع بيننا وبين العرب هاي الفكره يعني والله نحن بنتمنى من الحكومه التركيه ومن سياده الرئيس طيب اردوغان تسهيل امور الجنسيه بالنسبه لنا نحن بشكل عام عم نصدر خارج تركيا نحتاج بعد التصدير نقوم بعملية تجارب بالبلد اللي صدرنا له مثلا أرسلنا مثلا مول للجزائر مثلا أو قالب للجزائر مجبور أن نطلع نساوي تجربة أو نسلم المشروع أو نسلم المصنع نتمنى بس موضوع الجنسية يلتقالنا حل يكون أسهل وأبسط هي واحد اثنين يعني ان شاء الله بعد ما ناخذ الجنسيه طموحنا ناخذ نفتح شركه كبيره بمستوى كبير بمستوى عالي ونوسع اعمالنا نفتح افرع مثلا بالدول العربيه يعني عندنا بالفيسبوك عندنا مواقع عندنا بالمواقع الالكترونيه يعني الحمد لله شغالين على كل الاتجاهات والأمور تمام الحمد لله رب العالمين بإسطنبول موجود مركزنا الرئيسي وبغازي عنتاب موجود الفرع عندنا